عزيز ايمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كوره. يا ايمن بونجور، صباح الفل. صباح الخير عليكم، ازيك؟ اهلا بيك. طبعا ما كانش ينفع ان احنا ما تكونش معانا في مداخله، لان لا اكيد محتاجين نفهم كذا نقطه منهم. خليني اسالك في البدايه، يعني رايك اصلا في او فكره هنا اجراءات القرعه وفكره اعادتها مره تانية، وهل الاعاده دي اثارت الجدل من وجهه نظرك في الصحف العالميه، وكمان اثارت الشكوك ولا لا؟ طبعا صباح الخير عليكي، وصباح الخير على كريم وكل مشاهدي قناه الاهلي. طبعا موضوع الاعاده ده عمل جدل كبير جدا، لان الكلام دخل في سكه ان كان في توجيه للقرعه نفسها عشان خاطر تحصل المواجهه بتاعه كريستيانو رونالدو وميسي، لان الغلطه نفسها صعب تتعمل في قرعه بطوله كبيره زي بالظبط الويفا. فكمان لما بقى الناس تربطها ما بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، كريستيانو رونالدو وميسي، فالنهارده لا كان في جدل كبير وناس اتكلمت في التلاعب. طبعا يعني هو من المفارقه ان الاثنين اللي اشتكوا اصلا نتائج القرعه الاولى هم وقعوا مع بعض في القرعه الثانيه، صحيح، مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد، لان هم الاثنين اللي يعتبر كانوا متضررين اكثر اثنين، صح. وهو موضوع غريب جدا ان ما يبقاش في كوره مانشستر يونايتد في مواجهه اتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد تتحط تبقى موجوده في المواجهه بتاعت فياريال اللي هو ما ينفعش اصلا. فدي طبعا هم قالوا خطا فني، وارد ان هو يبقى خطا طبعا فني، ولكن الناس طبعا بيبقى ليها اكثر من تفسير. والنادي الوحيد اللي اعترض بعد كده هو ريال مدريد، لانه طبعا كان بيلعب بنفيكا في القرعه الاولى، كان على قد الايد، كان الموضوع بالنسبه له صحيح سهل. بعد كده في القرعه الثانيه وقع في باريس سان جيرمان. طب على ذكر المواجهات، يعني مواجهه اتلتيكو ومانشستر يونايتد ومواجهه باريس سان جيرمان وريال مدريد، شايف الماتشين دول هيمشوا ازاي؟ لا طبعا ريال مدريد طبعا وباريس سان جيرمان هي فيها برضو اللي هو ايه الحاجات الكلاسيكيه والسكريبتات اللطيفه في الكوره، اللي هو راموس راجع تاني يلعب في ملعبه اللي هو كان سنين بيدافع عن الوان ريال مدريد، دلوقتي هو يلعب ضده. ميسي مره ثانيه هيرجع يلعب قدام ريال مدريد بعد سنين، وهو كان في برشلونه واول مره تقريبا يلعب ريال مدريد بقميص فريق ثاني. برضو من المفارقات اللي الناس اكيد هتقعد تتكلم عليها، ان ازاي راموس فتره من الفترات كان هو وفريقه ناس زي بيضربوا ميسي في الملعب وخناقات، والنهارده راموس هو اللي مع ميسي وقدام ريال مدريد. فالموضوع هيبقى يعني مثير جدا. حاليا على الورق طبعا باريس سان جيرمان اقوى من ريال مدريد، ولكن ريال مدريد نتائجه الفتره الاخيره كلها نتائج جيده جدا، وانشيلوتي عامل نتائج مميزه سواء كان في الدوري او في دوري ابطال اوروبا. فالماتشات دي وقتها يعني لسه الماتش في شهر 2 اللي جاي، فمن هنا لشهر 2 في حاجات كتير قوي ممكن تتغير. فاكيد هتبقى من المواجهات اللي هي اللي الناس حابه تشوف الدنيا رايحه فين. اما بالنسبه لمانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد، فبرضه فيها فكره ان اتلتيكو مدريد نفسه مش الفريق اللي كان يعني السنوات اللي فاتت كان مرعب اكتر من الموسم الحالي، ولكن في وجود سيميوني ولما هيخش في المرحله النهائيه لدوري ابطال اوروبا اكيد الامور هتبقى مختلفه. مانشستر يونايتد المستوى ابتدى يرتفع شويه مع الاداره الجديده والمدرب الجديد، وكريستيانو رونالدو اكيد هيبقى حابب ان هو ياخد خطوه كمان في الشامبيونز ليج عشان خاطر تدفعه ان هو يخش في الصراع بقى الكره الذهبيه في مواسمه الاخيره مره ثانيه، وهتكون قبل فتره ان هو كمان عنده ماتشين مهمين مع منتخب بلاده في المرحله النهائيه من التصفيات، فكلها تبقى مواجهات مثيره يعني. طيب انا يعني اخر حاجه مش عايزه ان احنا نسالك في التوقعات، لان ممكن تكون التوقعات صعبه، لكن عايزه اروح اخيرا للمواجهه اللي اطلق عليها الاصعب اكيد، اللي بين ليفربول وكمان انتر ميلان، فخليني اعرف رايك فيها برضو يا ايمن. برضو دي يعني من المفارقات اللطيفه، هو ليفربول كان هيلعب سالزبورغ، سالزبورغ اول مره يتاهل للدور 16، فالنهارده هو فجاه بيجي له انتر. يعني انتر برضو مش نفس قوه الموسم الماضي في الكالتشيو، يعني المواجهه يعني زي شفنا ليفربول اصلا مع اي سي ميلان في فرق كبير ما بين انديه
انجلترا وانديه ايطاليا في الوقت الحالي. فليفربول المواجهه مش ما نقدرش نقول صعبه، لكن هو عشان اسم انتر ميلان نادي كبير جدا وصاحب تاريخ، وليفربول نادي صاحب تاريخ، فالمواجهه يعني تبدو ان هي قويه، ولكن على ارض الواقع برضه هي مش مواجهه قويه قوي ليفربول، الا بقى لو انتر عمل تدعيمات معينه في يناير، ظبط كوره بطريقه معينه وقدر ان هو يفاجئ ليفربول في شهر 2 اللي جاي. ولكن من وجهه نظري لو مشينا بنفس المستوى اللي احنا عليه دلوقتي يعني او نفس الظروف بتاعت دلوقتي، يعني ليفربول يتاهل بسهوله امام انتر. يعني سهل بالنسبه لك تستنتج مين اطراف المباراه النهائيه في ضوء المستجدات وفي ضوء اللي حاصل في كل الفرق المتنافسه؟ يعني طبعا الموضوع بيبقى صعب شويه، لان زي ما بنقول ما تضمنش ايه اللي يحصل في يناير، وكمان الاجازات اللي جايه بعد كده في انجلترا فيها البوكسنج داي والحاجات دي. ولكن هو الاقرب زي ما بنقول كده لو الطرق بعدت عن بعض، احنا بنتكلم في ثلاث فرق او اربع فرق هم اللي يقدروا منهم يعني يكملوا للنهائي. بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي وتشيلسي، هم دول ابرز فرق اللي هي. طب وابننا محمد صلاح هنوديه فين وليفربول؟ لو ما معوش سكه بعض يبقوا في النهائي. ولكن في يعني في كل الاحوال ساعات كتير بنتوقع حاجات فجاه تلاقي الدنيا مختلفه. الموسم الماضي كان النهائي بتاع مانشستر سيتي وتشيلسي كان كل توقعات بتقول لا ده بايرن هيبقى موجود تاني، بايرن ما كانش موجود. باريس الناس اتكلمت على باريس انه ممكن يبقى موجود، ما بقاش موجود، فلاقينا تشيلسي موجود مع مانشستر سيتي، وكمان تشيلسي هو اللي بيكسبها رغم ان كل التوقعات كانت ناحيه مانشستر سيتي. فهي دي الكوره حلاوتها في الشامبيونز ليج يعني. ولكن هم دول الاربع فرق اللي وضعهم مستقر، مستواهم جيد، عندهم قوائم مميزه، مدربين مستقرين، فهم دول الاقرب اللي ممكن تلاقي اثنين منهم في النهائي. ولكن كل حاجه وارده، ممكن تلاقي سكه فريق سهله، تلاقي اياكس مثلا الدنيا معاه ماشيه لحد السيمي فاينل، مش عارف. التوقعات فعلا صعبه جدا دلوقتي وهكذا يعني. على كل حال نشكرك جدا انا وكريم استاذ او مسيو ايمن جيلبرتو، شكرا ليك جدا. تحليلاته دايما بتبقى مختلفه. صحيح. انا بحب تحليلات ايمن جيلبرتو فعلا. صحيح. من المستحقين او القادر الرياضيين الشاطرين جدا. ملف بقى